الشيخ، لماذا يتعلق بعض الناس بهذه الآثار ويتركون الثابت والذي ورد عن الرسول؟ سبب الجهل، بسبب الجهل وبسبب دعاة الضلال. إن دعاة الضلال يحرصون على ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويغفلون ولا يحرصون على الأحاديث الصحيحة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على تساؤلاتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، شكرا لكم أنتم، اجمعنا لقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.